الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين باب فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب هذا الباب من أبواب كتاب الكافي الشريف في أن حديث الأئمة عليهم الصلاة والسلام صعب في نفسه ويستصعبه بعض الناس حتى إذا لم يكن صعبًا في نفسه وقبل أن نتلو أحاديث هذا الباب نبين المقصود منها إن عقول الناس ونفسياتهم متفاوته. وأيضا معرفتهم وعلمهم درجات. لذا قد لا يتحمل الإنسان بعض العلوم لارتفاعها ولقصوره. وعن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه قال: "الناس أعداء ما جهلوا، حتى في الأمور العادية المتعارفة، أنت تشاهد أن بعض الناس يستوعبون بعض المواقف لكبر نفسياتهم وعقولهم، وفي الوقت نفسه لا يتحملها آخرون، سواء من الامور العاديه او حتى من الامور الدينيه الله سبحانه وتعالى في القران في سوره يونس يقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه يجهلون شيئا لا يدركونه لا بحواسهم ولا بعقولهم فيكذبونه، لكن تكذيبهم لا يغير من الواقع شيئا، وهذا يكون سببا لضررهم، بل حتى انت إذا تجي إلى المؤمنين، وتجي إلى الأنبياء، تشوف بعض المواقف استيعابها يحتاج الى تحمل مثلا الخضر عليه السلام الله سبحانه وتعالى علمه بعض العلوم التي لم يعلمها لم يعلمها موسى عليه الصلاه والسلام حينما جاء يعني امره الله سبحانه وتعالى ان اذهب والتق به وتعلم منه. ماذا قال له الخضر؟ قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. في حديث عن امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام ان موسى انزل الله عز وجل عليه التوراه فظن ان لا احد اعلم منه فاخبره الله عز وجل ان في خلقي من هو اعلم منك وذلك اذ خاف على نبيه العجب لان الله سبحانه وتعالى يربي انبياءه يصطفيهم والانبياء بشر فالله يعصمهم هسه تاره العصمه يعني الحفظ بتغيير تكويني في قلبه مثلا تاره بانزال العلم عليه وطريق انزال العلم عليه يختلف تاره يلهمه مباشره تاره يرسل رسولا تاره يرسل من اصطفاه من خلقه أيضا في هذه القضية الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم موسى جعل طريق التعليم الخضر عليه السلام فدعا ربه أن يرشده إلى العالم زين إذا أكو واحد أعلم مني أرشدني إليه أتعلم منه قال فجمع الله بينه وبين الخضر في القضية المذكورة في سورة الكهف فخرق السفينه فلم يتحمل ذلك موسى وقتل الغلام فلم يتحمله واقام الجدار فلم يتحمله الملائكه ايضا الله سبحانه وتعالى حينما اخبرهم اني جاعل في الارض خليفه لم يتحملوا هذا العلم الذي علمهم الله سبحانه وتعالى اياه. قالوا، طبعا كلامهم ليس اعتراضا. عدم التحمل لا ينافي التسليم. يعني ما يستوعبه. بس هو نبي هو ملك يسلم. لكن لا يعرف وجهه. يستغرب منه. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون. امير المؤمنين في حديث اللي تلونا قسم منه يقول لميثم التمار رضوان الله تعالى عليه ان رسول الله صلى الله عليه واله اخذ يوم الغدير بيدي فقال اللهم من كنت مولاه فإن عليا مولاه هذا كلام الرسول فهل رأيت احتملوا ذلك إلا من عصمه الله منهم لم يتحملوا ذلك جاء واحد منهم وخاطب الرسول وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. ما تحمل ذلك. في ايه اخرى في سوره الاحزاب الله سبحانه وتعالى يقول: واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. اخبرهم الله عن طريق رسوله صلى الله عليه واله. عندما جاء الأحزاب عشرة آلاف إنسان مسلح بأفضل الأسلحة وعدد المسلمين قليل وليس لهم تلك التجهيزات الحربية بحيث أنهم اضطروا أن يحفروا خندقا حتى لا تصير معركة بالمواجهة هنا المنافقون لم يتحملوا ما قاله الرسول اليهم عن الله سبحانه وتعالى قالوا هذا كذب كله اذا اتضح ذلك هم في المثال العرفي هم في المثال القراني وفي سائر الامثله ان من العلوم ومن الحالات ما لا يتحملها بعض الناس اما تلك العلوم والحالات مرتفعه جدا او نفسيات الناس منخفضه هنا شنو نسوي الله سبحانه وتعالى في القران يعلمنا اذا انت لا تتحمل علما لكن ذلك العلم صدر من الله من الرسول من الائمه صلى الله عليه واله وعليهم الصلاه والسلام انت سلم تقول صحيح أنا ما أفهم هذا الشيء أنا ما أستوعبه بس هو صحيح لأن الله قاله لأن الرسول قاله لأن الإمام قاله وقد مر فيما مضى باب التسليم في سورة النور الله سبحانه وتعالى يقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا واولئك هم المفلحون. في ايه اخرى: ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. المنافقون ماذا كانوا يقولون؟ ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. المؤمنون ماذا يقولون؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم الا ايمانا وتسليما. اما الان تجي يشوف آية قرآنية ما تعجبه، اما لا تناسب شهواته، اما عقله صغير لا يستوعب، إما البيئة اللي يعيش بيها بيئة غير إسلامية غير متدينة إذا يريد يلتزم بما في القرآن يصاب بإحراج أمام الناس تشوف هنا يبدأ بالاعتراض على ما في القرآن الكريم حس الكثير يستحي أو مو من مصلحته أن يجي يكذب القرآن في قلبه لكن عندما يجل الروايات يجد فسحة رواية صحيحة صريحة صادرة عن الرسول عن الأئمة متواترة يقول لا هذا كذب بنو قال الرسول قال هكذا لأنه لا تطابق شهواتي لا تطابق عقله الناقص الصغير لا تطابق مصلحته الناس إذا طابقت مصلحتهم الاحكام الشرعيه يركضون وراء الحكم الشرعي يعني كثير من الناس واذا لم تطابق الكثير منهم يعترضون واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون يحتمل ان الحكم مو بصالحه وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين إذا الحق وياه يركض يقول الله الرسول الحق بس إذا الحق مو وياه لا معرض يعترض إذا اتضح ذلك نأتي إلى علوم الرسول صلى الله عليه واله والأئمة الله سبحانه وتعالى بين لهم الحقائق هذه الحقائق منها ما تستوعبه غالب العقول، ما تستوعبه غالب النفسيات، زين ماكو مشكلة، لكن هناك من العلوم والمعارف أعلى من بعض النفسيات هنا الكثير لا يتحمل. الله سبحانه وتعالى ألهم من العلوم للرسول ومن بعده الأئمة وأوحى إلى الرسول صلى الله عليه واله والرسول علم الأئمة بعض العلوم اللي هي في مستوى الأنبياء والأوصياء والملائكة. فهؤلاء يتحملون هذه العلوم. واوحى الى الرسول والهم الائمه او علمهم الرسول صلى الله عليه واله من العلوم ما هو ارفع من مستوى الانبياء. شلون علم الخضر علما ارفع من موسى عليه السلام؟ علم الرسول ومن بعده الائمه علوم ارفع من مستوى الانبياء والملائكه. فلذا العلوم اللي هي في مستوى الأنبياء والملائكة والأوصياء يتحملونها العلوم اللي أرفع من مستواهم لا يتحملونها مو بمعنى أنهم يكذبونها لا يقول آه أنا ما أعرف هذا العلم ما أفهمها صحيح مية بالمية لكن أنا لا أعرفه ولذا في الأحاديث مستفيضة أكو إن حديث آل, آل محمد صعب مستصعب لا يؤمن به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان قلبه للإيمان في حديث لا يتحمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان وفي أحاديث لا يتحمله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان لأن العلوم مختلفه علوم بمستواهم يتحملونها، علوم فوق مستواهم مستواهم يؤمنون بها يسلمون لها لكن لا يتحملونها الحديث الأول من أحاديث هذا الباب عن الامام الباقر عليه الصلاه والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله ان حديث ال محمد ذكرنا فيما مضى عندما يقال ال الرجل يعني الرجل وآله ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم يعني ابراهيم وآله وآله وآل عمران يعني عمران وآله. إن حديث آل محمد يعني محمد صلى الله عليه واله وآله. صعب مستصعب. يعني في حديثهم هكذا. صعب يعني هو بذاته أرفع من مستوى الناس. مستصعب الناس إذا سمعوه يستصعبوه. يعني مرة واحد يسمع كلام صعب ما يستوعبه لكن لا يستو... لا يستصعبه يقول إيه أنا أسلم له وتارة لا الكلام صعب والناس يستصعبونه أيضا إن حديث آل محمد صعب مستصعب لا يؤمن به إلا ملك مقرب الملك الذي قربه الله سبحانه وتعالى إليه أو نبي مرسل نبي أرسله الله سبحانه وتعالى أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان من هو العبد الذي امتحن الله قلبه للإيمان سائر الملائكة سائر الأنبياء غير الرسل أو صياء الأنبياء أو واحد من المؤمنين لكن بدرجة عالية من الإيمان امتحن الله قلبه للإيمان. يعني الله سبحانه وتعالى محص قلبه وجعله إيمانا محضا. إذا علمت ذلك أن في الأحاديث أحاديث فوق مستواك. أنت حاول أن تكون من العبيد الذين امتحن الله قلبهم للإيمان. تكون وياهم. فما ورد عليكم من حديث آل محمد صلى الله عليه وآله فلانت له قلوبكم وَعَرَفْتَمُوهُ عرفتموه فاقبلوه شفت هذا كلام إيه يطابق عقلك يطابق علمك يطابق قلبك يطابق نفسك اقبله الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يعني يشبه بعضه بعضا في الإعجاز مثانية تقشعر منه قلوب جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لمن يسمع يقشعر جلده بعدين قلب يلين جلد يلين بلى يشوف ايه هذا هو الكلام الصحيح ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد اذا سمعت حديث من احاديث الرسول وآل الرسول شفت ايه يطابق علمك عقلك معرفتك اقبله لا تعاند لان اكو بعض يعاند يشوفه صحيح بس يعاند فما ورد عليكم من حديث آل محمد صلى الله عليه واله فلانت له قلوبكم وعرفتموه القلب الجهة النفسية عرفتموه عرفتموه يعني الجهة العلمية نفسيتك وعلمك وعقلك قبله فاقبلوه وما اشمأزت منه نفو قلوبكم وأنكرتموه إذا شفت قلبك لا ما يقبل هذا الحديث علمك الناقص ما يقبل هذا الحديث لا أرجعه إلى الله وإلى الرسول وإلى الإمام روح شوف القرآن لعلك تجد هذا الكلام اللي ذكر الإمام أو ذكر الرسول موجود في القرآن هذا هو الرد إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الأحاديث التي قالها آل محمد صلى الله عليه واله هي في الواقع كلها كلها تفسير للقرآن أو تأويل للقرآن وبيان للقرآن. كثير منها الإنسان إذا دور في القرآن يجد لها شاهدا من القرآن بشكل خاص أو عام أو شبيه أو ما إلى ذلك وهذا بحث ذكرناه في بعض المحاضرات أن كلام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كله بالقرآن كان منطقه القرآن يعني شنو؟ يعني كل كلام مقتبس من القرآن بس إحنا إما لعدم أنسنا بالقرآن او لانه بعض المسائل عاليه جدا لا نكتشفها لكن كثير منها اذا واحد دور يلقيها في القران هذا هو الرد الى الله الرد الى الرسول والى الامام سنه الرسول الثابته القطعيه المقبوله رجع الحديث الي تشوف متطابق مع السنه إذا في زمن الأئمة في زمن حضورهم وليس في زمن الغيبة روح اسأل الإمام الآن في زمن الغيبة ما تقدر تروح تسأل الإمام الأحاديث الثابتة رجع الأحاديث اللي اشمأزت قلبك إش قلبك منها أرجعها إلى تلك الأحاديث الثابتة تشوف أنه الكلام صحيح وأحيانا واحد مستوى بعد ليس ذلك المستوى العالي أو ذلك الحديث جدا مستواه مرتفع لا تصل إليه العقول لا تقول كذب لا تقول ما قالوا لا تكذبهم وإنما قل أنا لا أفهم اتهم فهمك أنت الآن لما تأخذ كتاب علمي الطالعة ما تفتهم منه شيء ما تقول هذا خرط لا وإنما تتهم فهمك الآن أفرض أني مو طبيب ما دارس علم الطب إذا جاوبولي لي كتاب اللي يدرس للأطباء في فترة تخصصهم في الجامعة أنا أفتح الكتاب أقرأ ما أفهم منه شيء لأنه فهم مثل هذا الكتاب يحتاج دراسة عشرين سنة في الطب مثلا عندما ما أفهمه ما أقول أن هذا باطل أقول أنا لا أفهمه ليش؟ لأنه هذا العلم مو عندي. وفي كل أي وفي أي تخصص في أي تخصص إذا الإنسان ليس متخصصا في ذلك يقرأ كتاب المتخصصين أكثر الكتاب ما يفهمه. يقولون واحد كان ماخذ كتاب كفاية الأصول اللي هو أعلى مستوى في دراسة السطوح في الحوزة في أصول الفقه. قرأ ما فهم ما افتهم شيء قال هذا عربي وأنا إنسان عربي بس هذا شنو كاتب ما افتهم وطبيعي لأن هذا كتاب تخصصي اتهم فهمك مو أنه تتهم الحديث ومش مأزت منه قلوبكم وأنكرتموه فردوه إلى الله يعني إلى القرآن وإلى الرسول الحديث الثابت عن الرسول وإلى العالم من آل محمد صلى الله عليه وآله وعليهم جميعا الصلاة والسلام وإنما الهالك هاي المشكلة اللي الآن احنا مبتلين بيها وإنما الهالك أن يحدث أحدكم بشيء منه يعني من حديث آل محمد لا يحتمله ما يتحمله فيقول والله ما كان هذا والله ما كان هذا. لعل التكرار معناه انه يصر على انكاره. تارة واحد يصاب بزلل، سمع حديث قال شنو هذا الحديث؟ بعدين فكر، قال استغفر الله ربي واتوب اليه. اني ما افهم. مو ان الحديث كذب. زين هذا تاب الله يغفر له، مو مشكلة. لكن واحد مصر على انكاره والله ما كان هذا والله ما كان هذا هذا هالك والانكار هو الكفر اذا انكر يؤدي به الى الكفر شنو المقصود بالكفر هنا انه اذا التكذيب للحديث وصل الى تكذيب الرسول بنفسه تكذيب الأئمة بأنفسهم فهذا كفر أو بمعنى أنه يؤدي إلى الكفر لأنه واحد يبدأ من الصغير إلى أن يوصل إلى إنكار كل شيء ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله هسه اليوم يبدأ ينكر هذا الحديث بعدين يصعد شوي ينكر ذاك الحديث ينكر ذلك الحديث إلى أن يوصل إلى القرآن ينكر القرآن ويكذب الله والرسول صلى الله عليه واله فيصير كافر، أو بمعنى كفران النعمة، لأنه في حديث أكو عن الإمام الصادق الرجل يحمل الحديث إلى صاحبه فلا يعرفه أو فلا يعرفه فيرده عليه فهي نعمة كفرها ولم يبلغ الشرك، يعني إذا ما وصل إلى إنكار وتكذيب الرسول والأئمة يقول هذا دي يكذب علي هذا نعمة أنكرها هذا كفران للنعمة وإذا وصل إلى ذلك الحد لا شرك يخرج من الملة الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يقول اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم تشوف هذا من الصبح إلى الليل هو يتكلم بس ماكو في كلامه آية رواية أكو واحد يتكلم بكم آية كم رواية شوف واحد لا كلامه يكثر فيها الآيات والروايات أو مضامينها اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم فإن المعرفة هي الدراية للرواية مو فقط لقلقة لسان لا يعرف معنى الرواية وبالدرايات للروايات يعلو المؤمن الى اقصى درجات الايمان. في حديث اخر عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يقول: "ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا وان الكلمه منا لتنصرف على سبعين وجها لنا من جميعها المخرج". انت فهمك يمكن يكون اعوج، فهمت الروايه بشكل غلط. حديث آخر عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام: "إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن، كمتشابه القرآن، ومحكما كمحكم القرآن، فردوا متشابهها إلى محكمها". مو إذا حديث متشابه أو متشابه سمعت تكذبه، مثل القرآن فيه متشابهات، إذا تريد تعرف معنى المتشابهات لازم ترجعها. إلى المحكمات كذلك في الأحاديث طبعا يحتاج إلى تخصص وإلى علم وإلى معرفة مو قوترة. في حديث آخر عن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام يقول ولا تقل لما بلغك عنا أو نسب إلينا هذا باطل الآن يمكن حديث مرسل يمكن حديث سند فيه رجل ضعيف أو فيه رجل مجهول بمجرد ضعف السند هذا مو معنى أن الحديث كذب لعله صدق لكن الراوي ضعيف لكن الراوي مجهول من عرفه ولا تقل لما بلغك عنا أو نسب إلينا هذا باطل وإن كنت تعرف خلافه حتى إذا شفت أنه هذا خلاف سائر الأحاديث لا ترد يمكن الإمام قايل هذا الكلام لتقية قايل لوجه لمصلحة قايل لمعنى أنت ما فهمته فإنك لا تدري لما قلنا وعلى أي وجه وصفه افتهمته اقبله ما افتهمته اقبله ولكن قل آني ما أفهمه آني اتهم فهم نفسك لا أنه تتهم الحديث نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العالمين العارفين وأن يجعلنا من المسلمين هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين